قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية التي يستقي منها المؤمن شراب من المحبة ويعيش فيها جو من مشاهدة ومطالعة لمقام خاص للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، العقل يعجز أمامه ويخضع ويسجد أمام هذه الآية العظيمة التي اختار الله سبحانه وتعالى فيها حبيبه اختياراً، جعل محبته كاملة منوطة مقيدة محصورة في الارتباط بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل لهؤلاء العباد يا محمد، قل لعبادي، قل لأتباعك هؤلاء، قل لأمتك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فلا تصح لكم ولا منكم محبة لله سبحانه وتعالى. مهما قال إنسان أنا أحب الله، أنا أحب ربي، فلا يتأتى له أن يكون هذا الحب صحيح أو حقيقي إلا إذا ارتبط بهذا الشخص، بهذا الإنسان، بهذا الإمام، بهذا المقدم المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إذا أحببت الله واتبعت هذا الحبيب أكرمك الله سبحانه وتعالى بمحبته هو لك، فهو هذه الواسطة في حبك أنت لله وفي حب الله لك، لا بد من وجود الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا المكان. هذا تكريم، هذا تعظيم، هذا إجلال، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى فوق جميع مدارك البشرية، بل أهل السماوات وأهل الأرض. فسبحان الله في اختياره، في اصطفائه عظيم في عظمته جل جلاله وتعالى في عظمته. نحن في استفادتنا من صلتنا واغترافنا من هذه الآية، سر من أسرار المحبة مفتوح لنا. كلما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من الجوانب زدت في الجانبين، زدت حبا لله وزدت حبا من الله. الله سبحانه وتعالى بعثه لنا أسوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله، في كل حياته كلها، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كنت أريد أن أحب الله بصدق وأريد أن يحبني الله سبحانه وتعالى بحق، فهذا سبيل حياة حبيبي. أتعرف عليه، أشوف طريقة حياته، كل جانب. لو أمسكت الطعام بيدي اليمين وقلت بسم الله أزداد محبة لله ومحبة من الله. إذا دخلت برجلي اليمين إلى المنزل أو إلى المسجد، إذا تكلمت بالكلام الطيب مع الناس اقتداء برسول الله، إذا استخدمت الكحل، إذا توضأت مثل ما يتوضأ، إذا عملت النوافل، كل شيء لطيف كبير صغير في حياتي هذا البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم سيقربني من الله. لا أقول أنه قرب أجر ولا ثواب ولا حسنات، 100 حسنة، 1000 حسنة، 100,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، لا، هذا شيء فوق الحسنات، فوق الأعداد، فوق الإمداد، فوق التصورات، فوق النعيم الظاهر. حب من الله. إذا كان الحب من الإنسان للإنسان ما يقدر يعبر عنه. الذين أحبوا في هذه الدنيا المحبة البشرية ما استطاعوا أن يعبروا عن كل مكنونات صدورهم من المحبة. لكن الإنسان الذي يحب يقول لساني يعجز عن أن يعبر عما في قلبي، لأن اللسان من عالم المحسوس الصغير، القلب من عالم الباطن الكبير الواسع. فلما الإنسان يصعب عليه أنه يعبر عن حبه للإنسان، فكيف يقدر يعبر عن حبه للرحمن الذي أنشأه سبحانه وتعالى؟ فكيف أصلاً يقدر يعبر عن ذرة من محبة الله لعباده، من محبة الله لمن أحبهم من عباده؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مشهدين فقط من مشاهد المحبة
إذا الله سبحانه وتعالى أحبك شوف إيش يكون حالك. مشهدين فقط من مشاهد المحبة. الأول جاءنا في صحيح البخاري في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: مات من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا قال الله، إذا اختار العبد خلاص، إذا واحد آذاه يحارب والله، إذا أحد عاداه يعاديه الله. الله أكبر، هذا المكان. من آذى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إيش هي النوافل؟ سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب يا رب، لما تحب عبد إيش يصير حاله؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه التي يتكلم بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، هذه المعاني تحيرت عقول أكابر العلماء فيها، ما عرفوا ما معناها. يعطيه كرامة في سمعه، في بصره، يعطيه قوة، يعطيه. تكلموا، وكل من تكلم لن يصل إلى حقيقة المقصود، لأنه أمر من الاصطفاء من الله المعبود سبحانه. في الحديث الآخر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مشهد آخر للمحبة: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. تخيل إنك إنسان بسيط صغير في الدنيا، تمشي في الأرض، تأكل تشرب تدخل الحمام، جبريل يعبد الله في السماوات بحبك أنت. ثم ينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة، يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه مشاهد تجعلنا الواحد منا خلاص يأخذ عهد، هذا الذي نريده الآن، كل من يسمعنا، كل من يشاهدنا الآن يأخذ عهد عزيمة قوية، أنه من الليلة هذه سأتابع هذا الحبيب، من الليلة لن أعدي ليلة من الليالي تمضي علي إلا وشربت من حب الله كأس جديد، إلا سويت سنة جديدة، أحييت سنة جديدة، عملت بسنة جديدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. شهر، شهرين، ثلاثة شهور، جرب نفسك، شوف كيف لما تطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حياتك كلها تصير حياة عبد محبوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صادقين في المحبة، حائزين لدرجة الأحبة، النازلين بجوار سيد المحبوبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين، اللهم آمين.